حياكم الله مشاهدينا في محطتنا الحوارية الثانية اللي راح تكون مع الدكتور قبطان عبد الأمير الفرج، وأكيد راح نتكلم بشكل كبير عن موضوع التحكيم البحري والتحكيم البحري في المنازعات والعديد من هذه المواضيع. دكتور أمسي عليك بالخير، سعيدة جدا بتواجدك معي. مساء الخير، الله يعطيكم العافية. بداية نعطي السادة المشاهدين فكرة حول التحكيم البحري، ما هي أو ما هو التحكيم البحري؟ التحكيم البحري هو وسيلة لحل النزاع بين أطراف يلتجؤون كقاضي يعتبر أو سمي إحنا قاضي خاص يقوم بحل هذا النزاع بين طرفين خصمين لشركات معينة. يعني الأطراف يكونون شركات؟ أطراف ممكن يكون فردية أفراد أو ممكن يكون شركات. نعم، طيب متى نتوجه أو نلجأ إلى التحكيم البحري؟ التجاء للتحكيم البحري يعتبر من أفضل الوسائل لحل هذا النزاع لسبب جدا بسيط. التحكيم البحري يعتبر المحكم هو الشخص المتخصص في حل هذه النزاعات اللي تعتبر جانب خصوصية فيها لجانب التخصصية، لأن في عندنا في القضاء الوطني جانب التخصص البحري ما هو موجود، فيلتجأ عامة القاضي يلتجأ إلى إدارة الخبرة اللي احنا نسميهم الفقهاء اللي ياخذ في نهاية استشارته في جانب هذا النزاع البحري. أما المحكم يعتبر في هذه الحالة غطيت مسافة كبيرة واختصرتها بأن التجأت إلى هذا الشخص وفي النهاية هو اللي يقوم في صدور أو صدر حكم لهذا النزاع البحري. نعم، زين قاعد نتكلم دكتور إنه إذا كان في نزاع، إذا صار في نزاع، زين شنو هي أنواع النزاعات؟ في عندنا إحنا أنواع نزاعات كثيرة، إحنا نقول أنواع نزاعات تعاقدية ونزاعات غير التعاقدية. عامة يعتبر النزاعات أكثر من 18 نوع من النزاع البحري. التعاقدي يعني يتكلم في عملية مثل شنو من 18 هذيلي؟ يعني مثل البيع وشراء السفن. هذا هناك عقد يكون بين المالك لبيع السفينة أو بين الناقل بنقل البضاعة مع المستأجر أو مالك السفينة، أيضا ما بين صاحب البضاعة وبين الناقل نسميها إحنا شركة الشحن في بوليصة الشحن. هذه كلها نزاعات، الحوادث البحرية، التلوث البحري، التأمين البحري، وثائق التأمين البحري، هذه كلها تعتمد على التحكيم البحري. 18 نوع من أنواع المنازعات. نعم. طيب مراكز التحكيم البحري وفعاليته في الوطن العربي. مراكز التحكيم البحري إحنا عامة في الوطن العربي كمركز تحكيم بحري ضعيف جداً، ما نملك هذه المراكز اللي الشركات نفسها تلتجئ. شركات كل الشركات عندنا في الوطن العربي تلتجئ للمراكز الأجنبية، ما تلتجئ للمراكز العربية. عدم وجود هذه المراكز، نعم وجود هذه المراكز ولكن نشاطها أو فعاليتها جدا سيئة بمقارنة المراكز الأجنبية. شو اللي ينقصها؟ ينقصها ثقافة التحكيم البحري، إعداد كوادر ذات قدرات معينة يكون محكم بحري. إحنا ناهيك الحين في فترة من فترات مرت على الخليج، على الوطن العربي، هناك محكمين بحريين أو مستشارين نسميهم مستشار بحري خضع لدورة تدريبية مدتها 5 أيام أو 3 أيام وفي النهاية أصدرت له هوية سموه محكم بحري أو محكم بحري دولي. هذا الشيء يبتدي الشركات نفسها ما تثق في هذه المراكز العربية فتلتجأ للمراكز الأجنبية مثل في بريطانيا وفي أمريكا وفي باريس. يعني برأيك دكتور إن 3 أيام غير كافية كدورة تدريبية إني أنا يعني أخرج مثلا محكم؟ أبدا، استحالة إني أنا أقيم دورة تدريبية 3 أيام وفي النهاية أسمي هذا المحكم محكم بحري، استحالة. يعني شلون يعطونا شهادة؟ هذه ممكن أساسيات نقدر نقول شهادة حضور. والمحكم البحري يخضع إلى برامج دورات تدريبية لا تقل عن 5 إلى 6 دورات، عدد ساعات معينة، يخضع لامتحان، وفي النهاية لما أسميه محكم على أي فئة من المحكم وعلى أي جانب من التحقيق في الحوادث البحرية ولا في التلوث البحري ولا في التأمين البحري ولا في العقود البحرية، لأن هناك مصطلحات لا يفقهها حتى القانوني، ما يفقهها، يفقهها منه الشخص المتخصص في الجانب البحري. ففي الحالة هذه إحنا أمانة كوطن عربي لها اللحظة جدا سيئين في الجانب التحكيم البحري. طيب شنو هي الجهات المعنية عربيا وعالميا بالتحكيم البحري؟ يعني مثلا احنا نتكلم في بعض الدول اللي فيها المراكز التحكيم البحري، مصر وكانت في السابق سوريا. احنا نتكلم عن مراكز التحكيم التجاري، مراكز التحكيم التجاري في الخليج كثيرة،
في الكويت عندنا مركز تحكيم بحري في غرفة التجارة والصناعة. نعم. أيضا عندنا تحكيم بحري في جمعية المهندسين. في الخليج عندنا مركز تحكيم مجلس التعاون الخليجي. لكن كل هذه المراكز تحكيم تجاري ما تتكلم عن التحكيم البحري. أما المراكز الأجنبية نعم هناك مركز تحكيم يأخذ رقم الأول في العالم بريطانيا، ومركز تحكيم ثاني يأخذ المركز الثاني في العالم اللي هي الأمريكية، وبعدها المراكز تحكيم في باريس يأخذ رقم ثلاثة. مراكز لها ثقلها من عام 1924 أو 1947 تأسست، لكن في الوضع الحالي عندنا مراكز ولكن ما تكون نشطة مثل المراكز الأجنبية. طيب في عندكم إيفنت راح يكون تاريخ 1/3؟ في عندنا إيفنت إن شاء الله يوم الأربعاء القادم راح أكون أنا المتحدث فيه في غرفة التجارة والصناعة، اسمه التحكيم في المنازعات البحرية والتأمين، في 1/3 يوم الأربعاء صباحا. وراح يكون في إيفنت ثاني في شهر 4/12/4 يتكلم عن المنازعات والحوادث البحرية، أيضا مؤتمر مدته 3 أيام. وفي مؤتمر ثالث في شهر 5 يعتبر أول مؤتمر يقام في منطقة الخليج يتكلم عن الأزمة النفطية في الجانب البحري. طيب خلينا نتكلم عن إيفنت اللي هو بشهر 3/1/3، من المشاركين فيه راح يكون؟ كل شركات التأمين في دولة الكويت، كل شركات هذا التأمين. خاص أتوقع في يعني الإيفنت هذا خاص في مثلا نقدر نقول التحكيم التجاري أو المنازعات التجارية؟ لا منازعات بحرية بالإضافة إلى الوثائق اللي خاصة في التأمين البحري. طيب دكتور هذا الكتاب التحكيم في المنازعات البحرية يعتبر أول كتاب يصدر في الكويت وفي الخليج يتكلم عن الجانب التحكيم في المنازعات البحرية، والجميل في هذا الكتاب أول إصدار لي ونعرض في معرض الكويت في فترة قبل شهر ونص. والكتاب هذا تم موافقة المحكمة الأوروبية وإن شاء الله راح يكون ترجمتها بالإنجليزي ويعرض في المحكمة الأوروبية عن المنازعات في التحكيم البحري. يعني أنا قاعد أشوف إنه يعني حتى حاط فيه عن الموضوع الاقتصادي، يعني شامل الكتاب هذا شامل تقريبا نقدر نقول كل الحكي اللي تكلمنا فيه تقريبا 90 إلى 95 بالضبط تتكلم عن التحكيم البحري وأنواعه ومراكز التحكيم البحري، وعندنا نوعين من التحكيم اللي هو نسميه الحر والمؤسسي، يتكلم عن هذا الشكل بشكل كامل. طيب دكتور يعني برأيك كيف ممكن أن احنا نهتم في هذا الموضوع عندنا؟ أمانة يعني سبقتنا دولة الإمارات أنشأت مركز سموه مركز التحكيم البحري في دبي، وكنا أنا أحد الأشخاص كنا ننادي في تأسيس مراكز تحكيم في الكويت من قبل 4-5 سنوات، على أساس إذا حابين نفعل هذا النشاط لازم يكون هناك مراكز تتبنى هذا المشروع، يعني غرفة التجارة والصناعة إن شاء الله في المستقبل يتبنى هذا المشروع ويكون هناك مؤتمرات ودورات وبرامج مكثفة بأن نعد محكمين بحريين. يعني دكتور أنا أذكر أن إحنا خذينا هذه المادة بالجامعة قانون دولي، يعني هذه المادة يعني تدرس بالضبط صح؟ هذه تدرس في 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 كلية الحقوق وكلية الدوحة، أيضا تدرس كمادة أساسية احنا نسميها قانون الخاص. والقانون البحري أنشئ من المعاهدات الدولية، والمعاهدات الدولية أنشئت من الأعراف البحرية، ففي النهاية قانون البحري عندنا في الكويت أنشئ في عام 1980، واحنا الحين في معاهدة أنشئت في عام 2009. احنا عندنا جانب ضعيف في الجانب القانون البحري، أتمنى أن يكون هناك لجان يعني تعدل وتواكب الاتفاقيات الأخيرة في الجانب البحري إن شاء الله. دكتور إذا حاب تقول كلمة أخيرة. أنا الكلمة الأخيرة أولا أشكركم على هذا اللقاء، وأتمنى أن يكون هناك مركز تحكيمي بحري تحت مظلة أحد الجمعيات أو المؤسسات في دولة الكويت إن شاء الله. كل الشكر لك وموفقين إن شاء الله بالإيفنت الجاي، يعطيك العافية. الله يعطيكم. إذن أعزائي أكيد طبعا متواصلين معاكم في فقرات برنامج مساء الخير يا كويت، ولكن بعد الفاصل.